الموسم الثاني عبقرية الأصحاب، ومباراة جميلة جدا وصعبة، 8 وحوش وأسئلة مش سهلة، والنتيجة محمد ممدوح مفيش نقط، أحمد صبح لسه مفيش نقط، محمود سعد 10، أحمد الشيخة لسه مفيش نقط، عاصم عز الدين لسه مفيش نقط، أحمد عبد المعز متقدم معاه 20 نقطة، هالة فتحي 10، وأحمد أبو المجد 10. ودلوقتي مع الفقرة الثانية، فقرة المعرفة. المعرفة. المعرفة 4 أسئلة، معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا، وقدرات ذهنية. محمد ممدوح، أول حاجة محمد ممدوح. هنشوف محمد ممدوح قدرات ذهنية. محمد ممدوح سؤالك في القدرات الذهنية. أحمد صبح، هنشوف أحمد صبح في التكنولوجيا. يا حرام يا صبح، كنت عايز معلومات عامة، أنا عارف. هارد لك. نشوف محمود سعد بقى هيطلع إيه؟ رياضة. محمود سعد بقى نفسه في الرياضة طبعاً. محمود سعد نفسه في الرياضة. قدرات ذهنية. يبقى محمد ممدوح ومحمود سعد قدرات ذهنية. وهالة الناحية التانية بتقول أياني هيجيب الرياضة. أنا عارف. أحمد الشيخة. نشوف أحمد الشيخة هيحصل إيه؟ معلومات عامة. ممكن نبدل؟ لا هو لسه جاي لي اتعمى لا وهي هالة قالت لي ايه؟ ممكن والنبي لو جالي رياضه حد ياخد مكاني؟ شكلك كده جاي لك الرياضه جايه لك. عاصم عز الدين رياضه. عاصم عز الدين رياضه. احمد عبد المعز، نشوف احمد عبد المعز ايه؟ معلومات عامه. يبقى احمد الشيخه واحمد عبد المعز معلومات عامة. هلا فتحي رياضة. تروحني يمكن؟ لا والله أبدا. هلا فتحي تكنولوجيا. أحسن هي حاجة غير رياضة. يبقى أحمد أبو المجد في الحالة دي، أحمد أبو المجد أكيد رياضة. تمام، كل واحد عارف هو إيه. أول اتنين معايا معلومات عامة، أحمد الشيخة وأحمد عبد المعز. اتفضلوا أحمد عبد المعز وأحمد الشيخة. سؤال في المعلومات العامة، معلومات عامة، والسؤال هو: حماة الحمى هو النشيد الوطني لإحدى الدول العربية. الجزائر. الجزائر. الجزائر إجابة خاطئة، مش الجزائر. اعتمد سنة 1987، كتبه مصطفى صادق الرفعي، اشترك معاه شاعر تاني بس مش هقول لك مين. اجابتك مش الجزائر. انا ما اعرفش، فانا هقول اي حاجة يعني. سوريا. سوريا اجابة خاطئة. مين يا شباب؟ تونس. يعني كل الناس عارفة الا انتوا الاتنين. اشترك مع مين بقى؟ لا هو النشيد الرفعي قاسم الشاذلي بالظبط. بتين الشعبي الشعب يوم القدر الحياة، فلا بد نسجل القدر انضف للنشيد. من تلحين الموسيقار أحمد خير الدين. اتفضلوا. سؤال في الرياضة، أحمد أبو المجد وعاصم عز الدين. عاصم عز الدين وأحمد أبو المجد، وسؤال بعشر نقط. عاصم أنت لسه ما عندكش نقط، أحمد أبو المجد معاك 10 نقط. رياضة، والسؤال هو: من هو أول لاعب يحصل على الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية في التنس فردي مرتين متتاليتين؟ لندن 2012، ريو 2016. ياه أنا لعيب تنس. لعيب تنس. هارد لك يا عاصم. إجابتك أندي موري، كسب في 2012 روجر فيدرر، وكسب في 2016 للبوش. عنده المعلومة كاملة بالتفاصيل كاملة. طبعاً إجابة صحيحة.
معاه كام جراند سلام يا احمد؟ ثلاثة. بالظبط كده، معاه ثلاثة جراند سلام. برافو عليك. عشانات احمد والمجد بقى 20. تكنولوجيا هاله وصبح، صبح وهاله. احمد ابو المجد تعادل مع احمد عبد المعز. انت لسه ما عندكش نقط. وفي تكنولوجيا وهاله معاه 10 نقط. تكنولوجيا. والسؤال هو، ما هي الدوله الاوروبيه التي احتلت المركز الاول في تصنيف مؤشر الابتكار العالمي عام 2021 طبقا للمنظمه العالميه للملكيه الفكريه؟ اجابتك المانيا. المانيا. عايز اقول لك حاجه، المانيا ولا المركز الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع، بس في اوروبا. لا، من ناحيتي هي في اوروبا. اجابه خاطئه، هي خرجت لك المانيا بره. في 51 دوله ثانيين يعني، اختار منهم واحده. يلا فرنسا. ولا في المركز الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع. هدول اسكندنافيه. وفرنسا. اجابه خاطئه. الاجابه صحيحه. وكسبت بقى ايه؟ 2019 2020 و2021 سويسرا. سويسرا عشان السويد المركز الثاني. المركز الثاني السويد، الثالث امريكا، والرابع انجلترا. لو بدلنا. شوف، لو كنت بدلته كانت الإجابة عند أحمد الشيخ. أرضك. قدرات ذهنية محمود سعد ومحمد ممدوح. محمد ممدوح ومحمود سعد. قدرات ذهنية. والسؤال هو، حل المسألة الآتية، 9 في 11 زائد 9 في 13 زائد 9 يساوي كام؟ إجابتك 235. 235 إجابة خاطئة. خسارة يا محمود يا سعد، خسارة. محمد ممدوح هديك ثانيتين كمان. إجابتك 235. إجابة خاطئة. 225. أيوة يا محمود، هارد لك يا محمود. الإجابة الصحيحة 225. تفضل. طبعا يا هالة كان نفسك في سؤال القدرات الذهنية. قلت له هارد لك. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة، فقرة الفنون. الفنون. الفنون أربع أسئلة، سينما ومسرح، أغاني وموسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديع. طبعا أربع أسئلة تعتمد على السرعة، ليكم أنتوا التمني. سينما ومسرح. والسؤال هو، من هو الفنان القدير الراحل الذي لعب دور منصور أفندي في فيلم السبع بنات؟ أحمد أبو المجد خطف البزر. إجابتك حسين رياض. طبعا إجابة صحيحة. كم عربي في الزل؟ نادي الوقت سعد خمسني، شمس البارودي، أحمد رمزي، عبد السلام النابول. شمس البارودي. جبت منين شمس البارودي؟ أسف، زيزي البدراوي. زيزي البدراوي. زيزي البدراوي. الحماس بس. برافو عليك يا أحمد. عشانات أحمد أبو المجد 30 نقطة، متقدم على الجميع. أحمد عبد المعز 20، هالة فتحي 10، ومحمود سعد 10. أغاني موسيقى. والسؤال هو، منديل الحلم هي أغنية المطرب مصري راحل عاصم خطف البزر. ولا مش مصدق نفسه. منديل الحلم لمين بقى؟ عبد العزيز محمود. عبد العزيز محمود. طبعا إجابة صحيحة. غناها في فيلم من بطولته، تخيل. منديل الحلو برضه. كان مع مين؟ هايكر يوكا وإسماعيل ياسين. واضح ان انتوا يعني بتحبوا الافلام. عاصم عز الدين انضم للنقاط الصحيحة، عشانات عاصم عز الدين. السؤال الثالث، لوحات ومعالم. والسؤال هو، يعد كاسميلا من أجمل المباني المعمارية في العالم، ففي أي دولة أوروبية يقع عاصم؟ إجابتك أيسلندا. يا سلام. نفسي أفهم إيه اللي وداك أيسلندا، يعني شمعنا أيسلندا بجد والله. يعني طبعا هي غلط، ولكن أنا منبهر بأيسلندا.
اشمعنى ايسلندا؟ حاسس النهارده حاسس بيه يا عاصم؟ حاسس النهارده. الف سلام عليك يا دكتور. الله يسلمك. عاصم اجابه خاطئه، مش ايسلندا طبعا. طيب دلوقتي عندنا الفرصه الثانيه، ده اتبنى في اوائل القرن العشرين. اسبانيا. اسبانيا. محمد ممدوح اجابه صحيحه. كان قصر لرجل ثري جدا وبعد كده انضم لقائمه اليونسكو في 1984. محمد ممدوح برافو عليك، 10 نقط، انضميت لاصحاب النقاط الصحيحه. سؤال اخير، سرعه البديهه. السؤال اللي جاي محتاج سرعه بديهه فعلا. سرعه البديهه والسؤال هو، ما هو مجموع الارقام داخل الدوائر بالصوره؟ احمد ابو المجد 37. اجابه خاطئه. الفرصه الثانيه محمد ممدوح 47. 47 اجابه خاطئه. الفرصه الثالثه احمد الشيخه 50. 50 احمد الشيخه اجابه صحيحه. طبعا اللي استعجل خسر العشر نقط. هارد لك محمد ممدوح. النتيجه في نهايه الفقره، محمد ممدوح 10، احمد صبح الوحيد اللي ما عندوش نقط، محمود سعد 10 نقط، احمد الشيخه 10 نقط، عاصم عز الدين 10، احمد عبد المعز 20، هاله فتحي 10، احمد ابو المجد متقدم حتى اللحظه دي 30. هنخرج فاصل وهنرجع مره تانيه مع فقره ضربات الجزاء والعباقره. وبكده أصحابنا العباقرة جمعوا 50 نقطة في فقرة المعرفة والفنون، وكل نقطة ب4000 جنيه بما يساوي 200,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 400,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لرعاية أبطال مصر الرياضيين.